هل صحيح البحيرة بتنتج؟ والبحيرة طبعا بتزرع رز، ولكن البحيرة بتنتج انتاج عنيف جدا في الـ 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 يعني انا كنت مع محافظ البحيرة وقال لي ان احنا بننتج 20-30% من انتاج الخضر في مصر وكده. صحيح، لان عندهم برضو مناطق استصلاح كتيرة جديدة فبينتجوا خضر وفاكهة بكميات كبيرة. مظبوط بشكل كبير. طبعا، لكن بالنسبة مثلا للمحاصيل زي قصب السكر، عندنا محافظات رئيسية لقصب السكر اللي هي اسوان، الاقصر، قنا، وبعدين في جزء في سوهاج وجزء في المنيا وجزء بسيط في محافظة أسيوط. بالنسبة لبنجر السكر بيتركز شوية في الوجه البحري زي محافظة كفر الشيخ، برضو فيها البحيرة. إيه الأزمة اللي حصلت لبنجر السكر قريب؟ هي الأزمة اللي حصلت لبنجر السكر كان إن ما كانش فيه يعني تخطيط جيد لعمليات التوريد بالتنسيق مع قدرات المصانع، إن المزارعين كانوا بيقوموا بعمليات الحصاد دون التنسيق مع المصانع، لأن المصنع ليه طاقة إنتاجية، فالطاقة الإنتاجية دي هو مش قادر ينتج أكتر منها، فكان بيحصل تكدس نتيجة عدم التنسيق. طب وفين دور الإرشاد في الموضوع ده؟ ما هو الإرشاد الزراعي طبعا بيوجه، لكن هي المسألة هنا في الأساس بتبقى يعني سلوكيات أفراد، وكان مفروض الإدارات بتاعة المصانع بتعمل برنامج زمني لاستلام الكميات اللي يجب تصنيعها بالتنسيق مع الجهات اللي هم متعاقدين معاها او المزارع اللي هم متعاقدين معاها. طب قول لي الارشاد الزراعي حضرتك بيوجه وبيعرف وبيقول، لكن هناك نسب متفاوته ومختلفه في الاستجابه. انا ممكن بقدم نصايح لكل المجتمع في كل المجالات، انت لا تستطيع ان تجبر، لكن مش كل الناس بتلتزم بالتعليمات اللي بتقولها الدوله في كل المجالات. هم كانوا بيتسابقوا عشان يوصلوا للمصانع، يعني دي مساله بقى يرجع ليها لاصحاب الشان هم اللي يقولوا ايه الاسباب الاكثر. لكن انا قلت لحضرتك طلعوا البنجر من الارض بدري. مظبوط، مش كده؟ سواء طلعوه بدري او طلعوه يعني في ميعاده، لكن في النهايه اقصد ان هي المساله محتاجه برنامج زمني. زي ما اقول لسيادتك ايه المشكله دي واجهت مصر قبل كده من 4 سنوات في التكدس امام الشوان وامام الصوامع في توريد القمح. كل مساله بتبقى محتاجه عمليه تنظيميه، يكون فيها شركاء. الشركاء هو الجهه اللي بتتسلم المنتج والمنتجين، لكن لما المساله ممكن تترك. طب فين دور وزاره الزراعه تترك ده؟ هي وزاره الزراعه زي ما حضرتك قلنا دلوقتي ان هي دورها انها بتوجه وبتعرف، بس ما تنظمش ده. التنظيم المصنع هو اللي بيستلم. اي فندم، يعني احنا مش بنلقي يعني مسؤوليه على حد، لكن خلينا اقول انها مسؤوليه مشتركه ما بين كل الاطراف. انا مصنع طاقتي ان انا استقبل 10 كيلو 1000 طن في اليوم مثلا، 10 كيلو باي مكان كويس، فجئت فجاه ان داخل لي 100 كيلو، طب ما انا ما عنديش مكان. اللي بيطلع ال 100 كيلو واللي عارف ان المنطقه دي هتطلع ال 100 كيلو طبقا للي قاله الدكتور هو وزاره الزراعه والارشاد الزراعي. فهل بتتدخل انت ولا ما بتقدرش تتدخل في الحته دي؟ لا، احنا يعني احنا بامانه يعني طبعا احنا المفروض ان احنا بنوجه، بنقول ان المفروض ان كل محصول بيبقى ليه بدايه يعني علامات نضج، فانا المفروض بحصد في بعد وصول المحصول ده لعلامات النضج عشان احقق اعلى انتاجيه، وكمان بالمواصفات اللي انا عايزها. لان انا لما اتكلم عن بنجر السكر فانا عايز نسبه تركيز سكر ونسبه معينه، لو ما حصدتش في الميعاد المناسب هيبقى التركيز ده مش مظبوط، وبالتالي انتاج السكر على المستوى القومي بيقل. هتعملوا ايه مع الفلاحين اللي طلعوا البنجر خلينا نقول ان المشكله دلوقتي يعني تم السيطره عليها. خلينا نقول ان احنا يعني ما بقاش في التكدس ده دلوقتي بنفس الصوره اللي كان موجود بيها في بدايه الازمه، لكن خلينا نقول دايما ان كل الناس في كل المجالات بتاخد دروس مستفادة، فإذا كان حصلت أزمة أكيد مش هتتكرر في الأعوام السابقة، وهيكون في تنسيق ما بين كل الجهات. آسف، الأعوام القادمة. يعني اللي حصل في السابق ده إن شاء الله ما يتكررش، ويكون في تنسيق وتوعية لكل المزارعين بالتنسيق مع المصانع عشان ما يحصلش التكدس ده مرة تانية. يعني هل نقدر نخزن بنجر السكر ولا لازم يتم فورا تحويله؟ لا يجوز، يعني مش هينفع. يعني انا عارف ان قصب السكر ممكن يتخزن شويه. هي المساله كلها بيحكمها مسائل اقتصاديه، وانت عشان تخزن في ظروف معينه مش هيبقى مناسب وهيبقى غير اقتصادي ومش هيحقق العائد المطلوب منه. فخلينا نقول ان هو السوق البنجر لابد ان هو يتوجه للتصنيع مباشره من خلال تنسيق ما بين، لان البنجر ده من الزراعات اللي هي بنقدر نقول عليها انها بيطبق نظام الزراعه التعاقديه، والزراعه التعاقديه ده المفروض فيه عقود موقعه ما بين المزارع وما بين المصنع، فالمصنع برضه المفروض يحدد للمتعاقد معاه، المزارع المتعاقد معاه، الميعاد المناسب اللي يورد فيه. طيب، ويمكن برضه معلش حضرتك سالتني عن الخدمات، عايز اقول لحضرتك ان وزاره الزراعه السنه دي طبقت نظام الزراعه التعاقديه في محصولين مهمين جدا اللي هم دوار الشمس وفول الصويا، وده هيساهم في حل مشكله الزيوت النباتيه وانتاجها في السوق المحلي. والقطن سيادتك كان فيه سعر استرشادي طلع في مزاد من يومين في الصعيد،
حوالي 2810 للإمطار، 3810، فده بزيادة تكاد تكون تقارب ضعف العام الماضي، فده هيشجع المزارعين السنة الجاية. وده بيتم برضه، بس انا يا خوفي بقى ان احنا نسيب حاجات ونروح زارعين حاجات بكثره فيروح واقع السعر بتاعها، مش ده اللي بيحصل؟ تمام، صح ولا لا يا حاج؟ دي طبيعه المزارع.